نلجأ إذن إلى ركلات الترجيح، ركلات الحظ، البعض يعتبرها موت بطيء كروياً. نصيري يتقدم إلى منطقة الجزاء من أجل أن ينفذ الركلة الأولى، هل يحصل على؟ ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس، يضع الكرة في المرمى. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدأ لي أنه مستحيل التصدي لها. الكرة في المرمى، النتيجة 1-1. بداية جيدة وركلة جميلة لتصبح النتيجة التعادل 1-1. تقدم وسددها بكل ثقة، هذه ركلة جزائية مذهلة. يلعبها في العارضة، لعبها ببراعة كبيرة، لكن إطار المرمى كان عنده رأي آخر. ملعوبة وكانت قريبة جدا من الحارس، توتر أثر عليه وفي الأخير الكرة عند الحارس. ثالث منفذي الركلات، ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. الآن الدور على اللاعب الرابع، أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر بثقة كبيرة، تفوق على حارس المرمى. جاهز للتنفيذ بثقة كبيرة، كرة التعادل الآن، نتيجة 3-3. الآن الدور على خامس اللاعبين، يا هدوك، حطها بشكل جميل في وسط المرمى. البرازيل عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. البرازيل، هل هي كرة التعادل أم الخسارة؟ هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى، ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة، لعب الكرة في الاتجاه الآخر. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. وقت اللاعب السابع، يلعبها مباشرة في منتصف المرمى، سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. البرازيل لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. البرازيل عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. الدور الآن على ثامن اللاعبين في قائمة المنفذين. الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. البرازيل لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء، وهدف ويقفز الجمهور من الفرح. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدأ لي أنه مستحيل التصدي لها. اللاعب التاسع في قائمة اللاعبين منفذين، ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف. روعة في التنفيذ، حارس في جهة، الكرة في الجهة الأخرى. البرازيل عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. جاء دور الركلة العاشرة، اللاعب العاشر تقدم وسددها بكل ثقة، هذه ركلة جزائية مذهلة. البرازيل، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ البرازيل، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى، نصل لآخر لاعب، المسدد 11. الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. البرازيل
عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. النصيري يتقدم لتسديد ركلة الترجيح. أوه، الكرة تصطدم في القائم. لعبة جميلة لكنه لم يكن محظوظ. ضربة ضائعة. كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. يلعبها لكن تعود من القائم. كانت على بعد سنتيمترات بسيطة جدا من أن تكون في المرمى لكنها اصطدمت في آخر. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان. والآن الدور على حكيم زياش. الكرة تصطدم في القائم. الارتياح كبير على حارس المرمى. كانت قريبة جدا لكن عادت من خشبات المرمى. ياسين بونو هو الأمل الأخير لفريقه إذا صد هذه الركلة. كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى. البرازيل عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. البرازيل لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزائية مذهلة. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس. ضربة مذهلة. البرازيل عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء السعداء. رومان سايس يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية. يبدو أنها بثقة عالية. يا إلهي، الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى لكنها لا تصل إلى المرمى. يا له من سوء حظ. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان. حكيمي عيون على حارس المرمى قبل تسديد الركلة. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. البرازيل هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ ركلة أخيرا حددت الفريق الفائز بعد ليلة عصيبة. منافسة قوية جدا في التسعين دقيقة، بعد ذلك في الأشواط الإضافية، والآن في ركلات الترجيح. في نهاية الأمر الفائز كان